مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحياة، وأهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقرة الصحافة في برنامج الحياة في مصر. عايزة أقول لكم قبل ما نبدأ فقرتنا الصحفية اللي كل أخبارها النهاردة عن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاريع عملاقة في الصعيد، النهاردة افتكرت حاجة مهمة جدا وهي الهاشتاج اللي بقاله كام يوم متصدر ترند تويتر مصر بمناسبة الافتتاحات. الهاشتاج اسمه السيسي فخر بلدنا، وعايزة أقول لكم كمان إن كل اللي شارك في الهاشتاج على تويتر كان من الشباب اللي غردوا بوطنية عن الإنجازات اللي تحققت على أرض الواقع. ومن قناة السويس الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمحور قناة السويس، ثم مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع الضبعة النووية، ثم مشروع المليون ونص مليون فدان اللي بيهدف طبعاً لزيادة المساحة الزراعية في مصر، وأخيراً بنك المعرفة لخدمة 100 مليون مصري إلكتروني. كل اللي قلته فوق دوت دي مجرد نبذة عن إنجازات تحققت وإنجازات إن شاء الله لسه هتتحقق طول ما الهدف قدامنا هو بناء وتنمية بلدنا مش هدم وتدمير بلدنا. النهاردة إنجاز جديد بيتضاف للإنجازات اللي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تولى الحكم من 2014، لأن الهدف زي ما قلنا هو مصر وشباب مصر صمام الأمان ومستقبل، والمشاريع دي للي مش عايز يفهم لولادنا وحياتهم ومستقبلهم. المشروع الجديد اللي افتتحه الرئيس السيسي النهاردة هو مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وصفته كل الصحف بأنه نقطة تحول عملاقة في مشروعات المنشآت المائية الكبرى. والمشروع أو الإنجاز الجديد ما كانش الوحيد اللي افتتحه الرئيس السيسي النهاردة، ولكن افتتح كمان متحف سوهاج القومي وأبار جديدة بالوادي الجديد. يلا بينا نبدأ فقرتنا الصحفية واللي دايما بنبدأها بأهم وأبرز ما جاء من عناوين ومنشطات صحف بكرة الاثنين 13/8/2018. تعالوا نبدأ من جريدة اليوم السابع واللي وصفت في منشط عددها بكرة الافتتاحات الجديدة اللي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناطر أسيوط الجديدة ومتحف سوهاج القومي وعدد من المشروعات القومية بالخير اللي هيعم على أهالينا في الصعيد. وقالت الجريدة إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة هيوفر لمصر سنوياً 10 مليارات متر مكعب وكهرباء ب 100 مليون جنيه، وإن المشروع تكلف 5.6 مليار جنيه. وفي الأهرام الرئيس يفتتح ثلاث مشروعات عملاقة لتنمية الصعيد، قناطر بأسيوط ومتحف في سوهاج و25 بئر بالوادي الجديد. وأبرزت الجريدة في منشط عددها بكرة تصريحات ثلاث وزراء من اللي شاركوا في الافتتاحات اللي شهدتها محافظات الصعيد النهاردة. وأول تصريح كان لوزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، واللي أكد فيه إنه هيتم استغلال كل قطرة مية في توليد الكهرباء. والتصريح الثاني كان للدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، واللي أكد فيه إنه تم وضع خطة لتأمين الاحتياجات المائية لهذه المشروعات. والتصريح الثالث كان للوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللي أكد إن الحكومة والشعب ركيزة للإصلاح الاقتصادي. وفي الوطن اهتمت الجريدة كمان في منشط عددها بكرة بالمشاريع الجديدة اللي افتتحها الرئيس السيسي في الصعيد، وقالت الجريدة الرئيس يقدم شباب الصعيد في افتتاح أكبر مشروع مائي بعد السد العالي. ونقلت الجريدة عن الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تصريحات مهمة قالها خلال الافتتاحات، وهي أن تم توفير 40 مليار جنيه في الخطة العاجلة لتحقيق عائد مائي يقدر ب 10 مليار متر مكعب سنوياً هيتم توفيره لمصر من وراء مشروع قناطر أسيوط الجديدة. وفي الأخبار السيسي يفتتح قناطر أسيوط ومتحف سوهاج و25 بئر بالوادي الجديد، مشروعات قومية في الصعيد بتكلفة 7 مليارات جنيه. ورئيس هيئة الرقابة بيقول في منشط عدد بكرة إن الرئيس يبذل جهود كبيرة للحفاظ على الموارد المائية لمصر. وزير الري يؤكد إن استثمارات الخطة القومية للمياه لتأمين احتياجاتنا تصل ل 900 مليار جنيه، وقال كمان إن الحكومة نفذت 930 مشروع في 11 محافظة في الصعيد بتكلفة 12 مليار جنيه. ونقلت الجريدة فرحة أهالي سوهاج وأسيوط والوادي الجديد بزيارة الرئيس السيسي ليهم وافتتاحه للمشروعات القومية دي النهاردة. في المصري اليوم كان منشط الجريدة معبر جدا عن الافتتاحات اللي تمت النهاردة في الصعيد، وقالت الجريدة عودة الروح للصعيد المنسي بعد عنوان حلو، بجد كان عنوان جميل يعني، لأن الصعيد كانت فعلا منسية، والرئيس السيسي النهاردة بيفتكره بمشروعات عملاقة.
نقلت الجريدة تأكيدات رئيس هيئة الرقابة الإدارية على إصرار الدولة والقيادة السياسية في حربها ضد الفساد والفاسدين. وفي الوفد قالت الجريدة في منشأة عددها بكرة إن المشروعات الجديدة شريان جديد للتنمية ينطلق من الصعيد. وفي الشروق تمت الجريدة كمان في منشأة عددها بكرة بافتتاح الرئيس السيسي لثلاث مشروعات جديدة في محافظات الصعيد. وقالت الجريدة كمان إن الرئيس شهد افتتاح الأبار الجوفية بالوادي الجديد عبر الفيديو كونفرنس. ونقلت الجريدة للرئيس التنفيذي لمشروع قناطر أسيوط الجديدة تصريحات أكد فيها إن القناطر الجديدة بتتكون من هويسين وملاحين بطول 156 متر.